الاحتمالات. ويستهل منتخب الأردن مشواره في مباراة المجموعة الخامسة من كأس آسيا بمواجهة منتخب ماليزيا. مواجهة يسعى خلالها المدرب حسين عموتة لتحقيق فوز يمنحه أريحية في سباقه نحو بلوغ الأدوار الإقصائية. يستهل نشام الأردن مشوارهم في مشاركتهم الآسيوية الخامسة بمواجهة منتخب ماليزيا، آملين ببداية مثالية تمنحهم 3 نقاط تعبد طريقهم نحو بلوغ دور المجموعات قبل التفكير بالذهاب أبعد من ذلك في الأدوار المقبلة. المغربي حسين عموتة قاد ميران النشام الأخير بأجواء يسودها التفاؤل والمرح بتشكيلة متكاملة تخلو من أي إصابات أو غيابات، معولا على مجموعة من العناصر التي امتزجت بين الشبان ولاعبي الخبرة على غرار الهداف التاريخي للمنتخب حمزة الدردور والمدافع المخضرم أنس بن ياسين والمحترف في فرنسا موسى التعمري، واضعا آخر لمساته الفنية والبدنية تحضيرا لفوز إن تحقق سيكون الأول مع المنتخب الأردني في المواجهات الرسمية. أنا تقس كبيرة في اللاعبين على أساس أننا إن شاء الله سنقاتل على المركز الثاني، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب ماليزي وأمام منتخب البحروني، لكن أنا عندي ثقة على المجموعة اللي كاينة، على الثقة، على الحماس اللي هو موجود، على المؤازرة ديال الاتحاد، خاصة يعني تواجد سمو الأمير يوم أمس بالتدريبات. يعني الحمد لله الأجواء يعني أكثر من طيبة، وأنا أتمنى أن نكون يعني في الموعد. المواجهات الافتتاحية عادة ما تكون عصية على المنتخب الأردني في الكأس الآسيوية، ففي مستهل مشواره في مشاركاته الأربع الماضية تمكن الأردن فقط من تحقيق فوز واحد تكلل أمام أستراليا في النسخة الماضية. مباراة ماليزيا مباراة أكيد مباراة راح تكون صعبة، منتخب ماليزيا منتخب قوي، دائما المباراة في الأولى في البطولة هي بتكون مباراة صعبة. احنا ما راح ننظر لمباراة كوريا من الآن، احنا هو كل الأهمية بالنسبة لنا هي مباراة يوم غد إن شاء الله، هي اللي هي مفتاح التأهل إن شاء الله للدور الثاني. تشكيلة المدرب حسين عموتة يسعى كل واحد فيها إلى تأكيد جدارته بارتداء قميص المنتخب الذي يعاني من تراجع في النتائج في الفترة الأخيرة، طامحين ببداية صفحة جديدة في المحفل الآسيوي. بهدف تحقيق الفوز دون سواه يدخل نشام الأردن مواجهة نمور ماليزيا بطموحات اللاعبين وأمال الشارع الأردني الذي يطوق لتحقيق إنجاز جديد مع الكرة الأردنية. فراس الجمل، بي إن سبورتس، الدوحة.